فاطمه فيها ميزه، فاطمه إنها من اسماعيليه ما بتقبلش انها تتجوز جوازه تانية ولا عرفي ولا اي شكل من الاشكال دي، ولا ميسور ولا الحاجات دي خالص. في ناس كتير بتطلب العرفي وال في ناس كتير بتطلب. طب وبتعرفي ازاي يعني تقدري تتحكمي فيها ازاي؟ من بياناتهم. بيبعتوا يعني انت الاول انت برضو على الانترنت وبرضو ليكي طريقه تانية بقى، اي حد يبعت لك لازم يبعت لك ايه؟ يبعت لي بيانات، انا باخد صوره البطاقه ووشه وظهره، يعني هي ببداها بالاسم والسن والتعليم ومنين والاب شغال ايه والام شغاله ايه وعنده كم اخ وكم اخت وصوره البطاقه ووشه وظهره وصوره شخصيه بدون فلتر. يعني بدون فلتر. ومواصفات العريس، مواصفات العروسه، رقم تليفونهم وتليفون حد من الاهل. اوكي وبعدين بيتم بقى التواصل مع العريس ومع العروسه. العروسه بقى انت بتبقي عارفه برضو من خلال طلبات جايالك؟ من خلال طلباتها وبياناتها بسال عليها. يعني في حد متولي رعايتهم ان هم يسالوا وبينزلوا ويستفسروا عنهم بالظبط ونتعامل. في اوقات قلتي لحد لا انا مش هينفع اجوزك؟ كتير. ايه بقى ايه؟ سالت عليهم. عرفت ان هم مش كويسين. في ايه النقط اللي مش كويسه؟ اخلاق، بخلة، حاجات كتير. كذا حد. انت قبل ما حتى رغم ان هم بيبقوا ممكن حاجه كويسه بالنسبه لاي حد شايفها، لكن انا بالنسبه ليا ما يصلحش ان هو يفتح بيت. وانت واثقه في الناس اللي بيشتغلوا معاك ان هم بيجيبوا لك اراء مظبوطه في الشخصيات؟ وبنزل لو انا شكيت في حاجه عايزه اتاكد بنفسي بنزل. انت جوزتي كام واحده؟ في الحته دي ما اقدرش اقول لك لان العدد كبير. بسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول لك يعني انا الجمعه اللي فاتت دي، لا اللي قبلها، كان عندي 3 خطبات مره، اللهم لك الحمد. بيدعوا لك ولا بصي ولا. انا لحد ان انا يعني اجمع واوفق، ان انا مثلا مشيت معاهم لدرجه ان انا لحد يوم الفرح بقول له انت واثق من التجربه اللي انت داخلها؟ مقتنع؟ يعني بفضل اكد المعلومه دي، مش قادره اقول لك عامله ازاي. مرتاح مثلا لوجودها؟ انت خلاص خدت القرار الصح؟ يعني ببقى خليط ذنبي خالص من ناحيته في اي حاجه. اوكي. وانا ذات نفسي ببقى مرتاحه جدا، انا ما عملتش حاجه، يعني انا من البدايه سالت وعرفت ان هو كويس، الخلافات بعد كده مش بتاعتي. ام هاشم، حد من انتوا برضو الكتروني ولا الموضوع بقى لا؟ انا بخش البيوت. انت تبكل الخطبه بتاعتنا. بالظبط. انا بخش البيوت بصور. امي بتجيلي بتخبط عليا. هي وبنتها، انا عايزه اجوز بنتي، معاها ايه؟ مؤهلها ايه؟ سنها قد ايه؟ ولازم ناخد صوره على الموبايل بتاعي. وبعدين انت طلباتك ايه؟ انا اهم حاجه عندي في الجواز اخلاقه، شغال ايه؟ الشقه. ما عندهوش شقه ما يلزمهوش جواز. الا اذا كان وظيفته كويسه بيتحمل يدفع 2000 جنيه او 1000 او 1000 ونص شقه. ايجار. اوكي. لكن انا ما بخشش في اي حاجه. يعني ده اهم حاجه، اهم حاجه للعريس انه يكون يا اما عنده شقه يا اما عنده امكانيه ان هو يدفع الايجار. هي هتعيش حياتها اكتر ما هتعيش عند اهلها. انا عندي حالات مطلقات بنات عندها 21 سنه وخارجه ببنت، خارجه بولد. ليه؟ النهارده حالات الطلاق كترت من الحموات. فانا عايزه يعني انا بخش هنا وبخش هنا. وبعدين الصوره اللي بتجيلي من الشاب بوريها للعروسه الاول. اشوف رد فعلها عشان ما اجرحهاش، ممكن تقولي لا يا طنط مش عايزاه. وانت ام هاشم انت عندك علاقات، انت منين؟ انا من القليوبيه، النهارده محيط القليوبيه كله. القليوبيه كله، فانت عندك معلومات كتيره عن كل البنات اللي عايزين يتجوزوا في سن الجواز. لان انا عارفه كل المنطقه بتاعتي وكل المحافظه بتاعتي، بيجوا لي او بيتصلوا بيا، ولازما لو في وفاء تقول لي ده، والام بتقول لي كويس، والاب بنعمل مقابله في اي نادي او اي كافيه. وانت بتبقي موجوده؟ ببقى موجوده لحد، وبروح اشتري معاهم الشبكه وبتفق، اقول له لا ده كتير شويه، لا خده، حتى القايمه بتكتبوها. ممكن اروح اشتري معاهم العزال. انت داخله في كل التفاصيل، كل التفاصيل، علشان هتقضي حياتها اكتر ما هتقضي عند اهلها. تمام.